تاخذين وسيلة مساعدة؟ لا تاخذ وسيلة مساعدة. زينب تاخذين؟ نعم. زينب؟ اوكي يلا افتح لك ايدي اليمين والرصيد ايش يصير؟ 300 دولار. يلا زينب طلعي المحبس من الواحد لا من الاربعه. هو حتى اني ما اعرف ما يقولوا لي وين المحبس. يلا قولوا عندك الواحد والاربعه. يلا انت توكلي على الله، انت شو تقولين؟ زينب شو تقول؟ بالواحد. وبناتك شو يقولون؟ تجيب المحبس من الواحد. تاخذينه من الواحد متاكده؟ الله. يلا ان شاء الله. والله انا مثلك ما اعرف، هاي اول مره اسالك متاكده؟ تاخذينه من الواحد ان شاء الله. يلا ان شاء الله نشوف. بناتك ما يشجعونك فاني راح اشجعك. يلا خدتي المحبس رصيدك 300 دولار. عافية عليك زينب والله تلعبين ما شاء الله. اليوم البنات منوراتنا كسروا على الشباب. زينب مرة أخرى أذكرك أخذي ابقي على الخط ويانا حتى ناخذ رقمك حتى توصلك الجائزة. تحياتنا زينب إلك ولكل أهلنا بالبصرة. أو يانا أم نور من الموصل، يا هلا ومرحبا بأم نور. مرحبا. مرحبا، مبارك عليك الشهر أم نور. أهلا بيك. حبيبتي أم نور بس لو سمحتي رجاء مني نصي بصوت التلفزيون. بعيني. تسلم عينك حبيبتي. ها أم نور أوكي؟ أوكي. أوكي أم نور شلونك؟ الله يسلمك. شلونك بالمحبس؟ والله يعني. يعني زين يمك أحد يساعدك؟ إي والله زوجي. زوجك يلا اوكي، اريد زوجك يدعمك ويشجعك ويساعدك حتى تاخذين المحبس. ان شاء الله. شو تقولين؟ عافيه بس ساعديني والله، بس ساعديني. بعيني حبيبتي ان شاء الله اذا اقدر ليش لا. تدللين على راسي ام نور. ام نور تعرفين بدايتها مثل؟ اي نعم. يلا اوكي ونشوف المثل الام نور. اي نعم. خليك ويانا ام نور لحد ما يطلع المثل. يلا والمثل يقول بس يكون بسيط. ده انتظر اني المثل. ام نور شلون رمضان بالموصل؟ والله الحمد لله بخير. حياتي يعني شلون الاجواء؟ الجو لطيف شوي عكس المحافظات الباقيه. والله الجو شويه حار بس حارة. الحمد لله قدرنا نصوم. يلا الحمد لله كله اجر. يلا ام نور حبيبتي عصفور كفل زرزور كمليه. واثنينهم طيارة. واثنينهم طيارة، أنت شنو أم نور؟ عصفور كفل زرزور واثنينهم طيارة، ما احتجتي مساعدة صحيح. يلا تنزل لنا ستارة شباب، رصيدك 500 دولار. وراح نبيت المحبس. فات. بس ساعديني الله يخليك. إن شاء الله. محتاجتها والله. حياتي أنت إن شاء الله بعيوني إذا أقدر أساعدك، بس هم لو يقولوا لي بس المحبس وين يخلصوا. يلا أوكي، عندك أم نور عزيزتي بس وطي بصوت التلفزيون رجاء حتى أسمعك بوضوح لأن ده يتشوش عليه. بلي بلي. يلا أم نور عندك ست عظمات وإيدي اليسار واليمين ورصيدك 500 دولار وشدي حيلك. يلا ورينا شطارتك أم نور. طقي الإيد اليمين. ايدك اليمين. اطقها؟ اي نعم. اطقها، ايد اليمين ما بيها شيء. بس ساعديني عافية الله يخليك. تلعبين وخوش تلعبين، عافية عليك أم نور. يلا بغت عندك ايد اليسار ست عظمات مال كمبيوتر. اي. اي. يلا أم نور أريد حماس. طق اليسار، طق اليسار. ليش اليسار. يعني ما خايفة أنت من ايد اليسار؟ أفتحها؟ يلا بقت عندك ست عظمات الكمبيوتر وطقيها. طقي يعني انت شنو شاكة؟ اريد ثلاثة. ام نور عندك وسائل مساعدة؟ ما سمعتيش تطقين اي عظمة؟ ام نور
نعم. يلا عزيزتي، أي عظمة تطقين عندك من 1 للـ6؟ أريد رقم 3. شوف رقم 3 الأم نور، يلا نطق رقم 3. تلعب عافية عليك أم نور. نور رصدك 500 دولار، وعندك 1 و2 و4 و5 و6، وطق عظمة أخرى. أريد وسيلة مساعدة. وسيلة، يلا إذا أم نور حابة تستخدم وسيلة مساعدة نطق لها عظمة. طقينا لك الاثنين يا أم نور، ورصيدك 400 دولار وعندك 1 و4 و5 و6. ساعديني الله يخليك، والله بس ما أعرف. والله أنت ماشية زين أم نور، وما راح تحتاجين مني مساعدة إن شاء الله، ماشية كلش زين. طقي عظمة. أريد طقي لي رقم 5. رقم 5. طق رقم 5؟ نعم. طق رقم 5. تلعب، عافية عليك أم نور. يلا منور الحد الان كلش حلو، ما بقى عندك غير 3 عظمات، واذا تبى تستخدمين وسيله مساعده فهي اخر مره تقدرين تستخدمين، فانت شنو رايك؟ والله اختار، يلا خذي لي وسيله مساعده. يلا حلوه، 300 دولار ما بيها شيء اذا ربحتي. يلا ناخذ وسيله مساعده الام نور، رصيدك يصير 300 دولار. اوكي طقينا عظمه رقم 5 يمكن. اوكي بقى عندك 1 و2، عفوا 4، بقى عندك 1 و6. 6 بس ساعديني عافية، والله ما اعرف. انت شو تقولين؟ شنو شاكة؟ شنو الرقم اللي انت خايفة منه وشاكة بيه المحبس؟ والله انا اقول بالواحد يمكن. ام نور شو انت بالواحد. ساعديني وساعديني وانت غلبتيني وصلتي للنهاية وانا مصفقة. انت ساعديني. اريد بس. ام نور. لا تاخذينها من 1 يعني؟ اي والله يمكن بالواحد. زين زوجك شنو يقول؟ والله هو منين يقول بالواحد ان شاء الله. يلا زين كلكم متفقين على الواحد و ان شاء الله. قرار نهائي تاخذيه من 1؟ الله يخليك. قرار نهائي مع نور؟ ان شاء الله. ان شاء الله. يلا شوف الواحد. المحبس بإيدك تستاهل. شو رأيك منور؟ مبروك. يلا أريد 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 هالهولة، أريد تشجيع، شنو هاي منور؟ منور مو فزتي، سمعيني شي. إذا منور ابطوي هاي أجواء الفرح يا منور، منور ابطوي الكنترول حتى ياخذ رقمك. أوكي؟ لا تسدي. اوكي ويانا ضحى من الناصريه، تفضلي يا ضحى. السلام عليكم. وعليكم السلام. رمضان كريم، كل عام وانتم بخير، كادر القناه الشرقيه بالف خير. وانت بالف خير، واهل الناصريه بالف الف الف خير. حبيبتي تسلمين الله يخليك. حياتي، ينعاد عليك بالصحه والسلامه ان شاء الله رمضان. عليك وعلى كادر الشرقيه. تسلمين حياتي، تحياتي لك. ام نور شو رمضان بالناصريه وحياتي نور نورك. شنو رمضان بالناصريه؟ زين ما دام تتابع قناه الشرقيه زين الناصريه. يا روحي انت تسلمين، الشرقيه سعيده بوجود مشاهدين مخلصين ويحبوها هالشكل، يعني يا بختها صراحه ويا بختنا بيكم. حبيبتي تسلمين. جاهزه؟ لا مو منور. عفوا ضحى ضحى انا شوي متوتره فاعذروني اول حلقه. ضحى جاهزه؟ اي نعم جاهزه. يلا شوف المثل. نعم. شلونك بالامثال ضحى؟ الحمد لله زينه. يلا ماكو اوكي ايه؟ ماكو زور يخلى من كملي ضحى وريني شطارتك. ماكو زوري؟ ماكو زور من زور. ماكو زور يخلى من الواويه. يخلى من الواويه. ممتازه ضحى، هاي شنو؟ من الواوي، من هي قالت من الواوية، من الواوي، ماكو زور يخلى من الواوي. الواو والواوي نفس الشيء. نفس الشيء، لعيونك نفس الشيء، ماكو فرق. 500 دولار رصيدك وراح نبيت المحبس وشدي حيلك. يا الله. يلا تنزل الستارة. محبس. خليها تدور ستارة. وتشوفين. لو علي خليتها هيج من غير ستاره. يلا ضحى ضحى وشدي حيلك حبيبتي وشوف المحبس وين.
والله مساعدتك الله يخليك، اول مره اشارك. حبيبتي انت، يلا ما مشاركه بمواسم قبل؟ لا ابد، هاي اول مره. يلا ان شاء الله خير. يلا شدي حيلك انت. ان شاء الله. العب وخوش العب طق رقم 6. تلعب وخوش تلعب واثقه طقوا لها رقم 6. تلعب عافيه والله تلعبين وخوش تلعبين. يلا رقم اخر. العب وخوش العب طق رقم 2. تلعب وخوش تلعب طق لها رقم 2. هذا تشجيع يمك ضحى؟ اي اي نعم يمك. هي اريد اسمع، اني محتاجه تشجيع، اني هم محتاجه تشجيع. اوكي 2 و6 طقيتيهم، برافو عليك، عندك وسائل مساعدة. وسيلة مساعدة حبيبتي. تاخذين وسيلة مساعدة؟ اي نعم. يلا حابة ضحى تاخذ وسيلة مساعدة. وطق لك ايدي اليمين وسيلة المساعدة ورصيدك يصير 400 دولار. حبيبتي. بقى عندك 1 3 4 5. رقم 5. تلعب وخوش تلعب هي وطق لها رقم 5، ثقة انطيني منها. انا معجبة بثقتك. اوكي 1 و3 و4. عافية اريد هذا التشجيع. يلا اريد تشجيع يشجعوك، اريد هيك يهزوها للدنيا. تاخذ رقم 4، يلا شوف رقم 4. تلعب يلا وين التشجيع النور؟ يلا. ايه نعم عافية. اوكي ام نور بقى عندك 1 و3 وايدي. واخر مرة تستخدمين وسيلة وتاخذين وسيلة مساعدة؟ اي نعم. يلا منور حابة تستخدم وسيلة مساعدة نشوف. مو منور حبيبتي، ضحى وياك. ضحى وياك. ايدي اليسرى طقيتها وبرصيدك 300 دولار وراح تطلعين المحبس منين؟ من 1 أو من 3؟ العب وخوش العب واخذة من رقم 3. تلعب وخوش تلعب مصرة. تردين تاخذين المحبس من 3 لو تطقين 3؟ اخذه من رقم 3. تاخذين المحبس من رقم 3 ان شاء الله. ان شاء الله قرار نهائي. عفوا ضحى، والله بعد مساعدتك الله يخليك. والله اني هم ما اعرف حالك من حالي، انا اذا بيدي اعرف. يعني شنو؟ يلا ان شاء الله ان شاء الله خير، بدايه خير، يوم كل خير ابو يسر ان شاء الله اليوم. باي باي. انا اعتذر منك ضحى، يعني هواي اعتذر، فهي لعبه. اذا مشاهدينا الكرام للاسف هذا كان اخر اتصال ويانا. الاوقات الحلوه تمر بسرعه، وقتنا مر بسرعه. راح اكون وياكم كل يوم على مدار شهر رمضان، انتظروني باكر بنفس الموعد. القاكم اني سبل ماجد. باي باي.